بقول لك ايه سيف يا كابتن احمد بيجيب اللعيبه كلها. ايوه لا ده عندي ده عندي بقى في حته ده عندي في حته ثانيه ده عندي في حته ثانيه. تعالى تعالى خد يا حبيبي. مبروك يا مروان. سلم على الناس. مبروك يا حبيبي. مبروك يا مروان. الاستوديو يا جماعه لعيبه لعيبه الاهلي اقتحمت الاستوديو ونورتنا وشرفتنا. مروان عطيه واحد من افضل اللعيبه في الدوري الممتاز السنه دي باراء الجميع. اكيد والله والله يا كابتن سيف ومن احسن لعيبه موجوده في الملعب بجد يعني ما شاء الله عليه. مروان جندي مجهول يعني بجد بجد هو مش واخد حقه لان لما تيجي تبص على كل الازمات هو بيحلها بالنسبه للنادي الاهلي ما شاء الله. بس الناس ممكن شويه ما بتحسش بيه انما دايما لما يجي الاختيارات اتكلم انت من المايك بتاعك. صحيح دايما لما يجي الاختيارات يا سيف والله العظيم بجد والله لما يجي الاختيارات من الناس اللي بتشوفوا النقاط هتلاقي ان دايما مروان بياخد احسن لاعب انما الجمهور ممكن ما يحسوش. حقيقة. فكل التوفيق ليك ان شاء الله باذن الله حبيبي يا كابتن. والله عايزك تشوط بقى والله يا كابتن. قول لي حسين الشحاتي بصي لي كل ما كل ما كل ما يا سيف اقول له يا ابني كمل وشوط. انا كملت في واحده بس ما عدتش اللي عملتها له وسام وكملت في 18 بس والله يا كابتن الواحد بيبقى عايز يكمل بس دايما المنطقه دي لازم بتقف عشان صح. دايما الفرقه اللي بتلعبك بتلعب باثنين سترايكر فلازم واحد في قلب السرد باكات ياخد الكره الثانيه. صحيح. لو مفيش واحد في قلب الاثنين سرد باكين دايما الكره الثانيه هتبقى للخصم. صح صح. فهنضطر نرجع حوالي 50 60 متر. يا ابني قعدت شفت يا صار هو بيضحي بنفسه عشان خاطر الفرقه. هو كان بيشوط نص الملعب. انت صار ما بتعملش كده. طبعا طبعا احنا نيجي جنب صار حاجه. لا لا يا حبيبي لا ده انت ما شاء الله عليك يا كابتن سيف. انا قعدت ضيعت 4 5 سنين من حياتي بدافع لحازم وعبد الستار واكتشفت ان انا كنت غلطان وانا بديك نصيحتي عشان بعد 4 سنين. طيب انت بقول لك ايه كمان بس بعد. انا دلوقتي كل مصر شايفه ان الجوازه وشها حلو الحمد لله. طبعا انا شايف ان انت بعد الجوازه دي رحت في حته ثانيه خالص الحمد لله. دايما يا كابتن بيقول لك الجواز بيبقى خير من عند ربنا. صح. فانت بتعمل حاجه ربنا بيحبها فبيكافئك عليها. طبعا الحمد لله بشكر طبعا. خلي بالك ده الخير مراتي الخير, طبعاً. الخير اللي عامله مع اهلك. طبعا طبعا انا اهلي دول عندي رقم واحد في حياتي اهم مني شخصيا. الحمد لله بشكر اخواتي وكلهم الكبير والصغير وبشكر مراتي وبشكر كل اصحابي وبشكر الناس كلها اللي بتدعمني سواء في الحلو او في الوحش والحمد لله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه ونفرح الجمهور. بعد السوبر الافريقي الضغط جامد اكيد طبعا كلنا ضغطنا كابتن عشان اللي بيلعب في الاهلي طول عمره بيعيش في ضغط بس اللعيبه الكبيره تعرف تطلع من الضغط ده. اللعيب النادي الاهلي لازم يكون عنده شخصيه كبيره عشان لو اتضغط مش هيعرف يلعب بعد كده. صحيح. هيلعب ماتش في الثاني هيقع. صح. فلازم أن يكون عندك شخصيه البطل شخصيه ان انت احسن واحد دايما الواحد بيشوف ان هو احسن واحد في العالم بس بشغلك وبالقياده وبالقرب من ربنا الحمد لله. لو جبت ان شاء الله ولد هتسميه ايه؟ سميه ايه؟ صقر. لا والله هسميه يحيى والله كابتن نفسي اسميه يحيى. ربنا يجيب لك السلامه ان شاء الله ويرزقك ويكرمك. ومن خلالك بقول لاخويا الكبير الف سلامه عليك وان شاء الله تقوم بالسلامه كده. ربنا يطمنك عليه يا رب يا رب يطمنك عليه مروان حبيبي ربنا يخليك حبيبي. عايز مين تاني؟